مساء الخير متابعينا الكرام في كل مكان، معاكم منى طلاء علي من منصة الشرقية ميديا في لايف جديد مع نموذج مشرف جدا، مع نموذج مشرف جدا ودعم لكل بنت. ويا تعرفين عن نفسك؟ فاتن عثمان، 20 سنة، من بلبيس، كلية آداب، فرقة ثالثة. امتى بدأتي تفكري في المشروع بتاعك؟ من سنة ونص بدأت أفكر فيه، وكنت حابة الموضوع والمجال، ففكرت فيه وأخدت كورسات كتير عشان أكون قادرة إن أنا أطلع منتج علاجي قبل ما هو منتج تجميلي. طيب ممكن تورينا حاجة من حاجاتك دي؟ تمام، بس ثانية واحدة. بصي، هو المنتج أولا بيطلع كده بالصورة دي لان انا مستخدمه دلوقتي سكويز تيوب، اللي هي يعتبر حجمها 10 مللي، بس هي بتاخد 15 مللي. هي مش صغيره خالص، علشان في ناس كتير بيقولوا ان هي صغيره. طيب عاوزاكي تقولي لنا الفكره جاتلك منين. الفكره جات لي، انا كنت بحب اصنع المنتجات، اصنع الحاجات دي لنفسي يعني من زمان قوي، فاللي هو حبيت ان انا ابدا بقى واخد المشروع. وكنت شايفة بنت أجنبية، كان عجبني قوي الفكرة، فحبيت اللي هو حبيت وما كانش فيه لسه منتشر في مصر نهائي، فحبيت ان انا اخد الخطوة. طب هل كان في حد دعم ليكي، او مين اول حد كان دعم ليكي وما زال سبورت ليكي لحد الان؟ مامتي واختي وحد زميل. طيب في انتقادات قابلتك او كتير كتير جدا كانوا بيقولوا ان هو ايه ده، انت زي سميرة ابو النيل وهتبوظ لنا شفايفنا او هتبوظ لنا ملامحنا وكده. يعني انت عارفين الكلام بتاع سميرة ابو النيل، فكان بيتقال لي كتير قوي اول ما بدات في اول اسبوع او اسبوعين ليا. طب الانتقادات دي اثرت عليكي؟ لا ما اثرتش، لان انا عارفه ان هيجي في يوم والناس دي هتبقى حابه ان هي تعمل زيي، وخصوصا ان انا لسه سني صغير، يعني سني مش كبير قوي ان انا اكون انا فتحت مشروع. بداته انا بنفسي، عملت اللوجو وعملت كل حاجة بنفسي، ما خدتش اي مساعدة من حد، كان كل حاجة انا اللي بعملها، اللوجو انا اللي عملته، كل حاجة انا اللي عملتها حرفيا من الاول للاخر. طب في حد مثلا قالك كلمة ايجابية او حسيتي انها ادتك بوش لقدام او دافع كده؟ كتير بصراحة، يعني ناس كتير، وناس زمايلي اللي هم اكبر مني سنا كانوا دايما يقولوا لي لا بصي، هو انت ممكن تعملي كذا هيبقى احسن، او ممكن شركات الشحن، انا ما كنتش عارفه لسه، فكذا حد اداني كذا فكره وقالوا لي، وفي الماركتنج كذا حد اداني كذا فكره اللي هو اعرف اعمل فيها، اعمل ماركتنج كويس. طب عاوزاكي تقولي كلمه للبنات اللي هم عندهم مشروع عايزين يبداوا فيه، تشجعيهم يعني ابداوا وسيبوا كل حاجه على الله، وكل حاجه على الله، هي اللي هتمشي وهي اللي هتتم وهي اللي هتكون. دايما خلي عندكم ثقه بالله. طيب عندك مثلا بتفكري في مشروع جديد او بتفكري في حاجه تانية جنب البروجكت ده؟ البرودكت ده انا عندي دلوقتي، انا مش عايزه احرق لكم المفاجاه واقول لكم ان انا هنزل منتج جديد بعد كام يوم من دلوقتي يعتبر، وكمان عاملين بازار، هحرق لكم برده دي مفاجاه تانية هحرقها لكم، ان احنا عاملين بازار في بلبيس في الساحه، واكون ان شاء الله فيه من الساعه 12 لحد الساعه 12 بالليل. وفي هذا الختام نحب نشكر فاتن على الجمال اللي هي عاملاه دوت، ونقابلكم في لايف جديد متابعينا الكرام.